في السيشن الماضي يا شباب شرحنا بإكزامينيشن أوف إير نوز أند ثروت، وبدينا بالثروت إكزامينيشن وخذنا الأورال كافيتي الليبس تانج هارت بليت سوفت بليت أند أورو فارنكس، وبعدها رحنا إلى إكزامينيشن أوف ذا نيك أند ذا ليمف نود أند ذا أسسمنت أوف مسلز then examine the thyroid. وخلينا examination of the thyroid and the thyroid status خليناها لها سيشن واحدة راح يكون وهذا السيشن كلش مهم أن تكون يعني شيء دائما حافظين ودائما مرتبين أموركم عليه اللي هو نسميه thyroid status examination. هذا بالأوسكي يجيك لازم يعني ما تعبر في محطة من محطات الأوسكي بالجراحة أو بالباطنية إذا ما رح يجيك هذا الإكزامينيشن. شنو الإنسترومات اللي تحتاجها؟ تحتاج ستيثوسكوب glass of water tendon hammer and a piece of paper. طبعا طبيعي أنت كل إكزامينيشن you should do what is important اللي هي wash the hand, introduce yourself to the patient, confirm the patient name and date birth, briefly explain what you will do, يعني expose أول شيء excuse, بعدين explain, بعدين expose, بعدين gain the consent, ask the patient بالثايرويد. طبعا هذني الأمور هسه واحد يعني يقول دكتور احنا مرات نريد نسويها والأستاذ يقول لنا لا عبرها. نعم يقول لك عبرها لأنه الأستاذ هنا معتمدين على محطات أخرى اللي هي مثلا communication skills يريد يشوفك هناك تسويها. بس مثلا examination of the thyroid هسه أنت من تجينا أنا عندي محطة examination of thyroid زين هذا انك دائما اجيب الطالب من يريد يسوي اقول له لا اوكي ادخلي على examination of thyroid مباشرة. شو اريد منه مثلا؟ اريد منه ask the patient to sit on a chair يعني هذه اريده يبدي بيها يقول للمريض تعال اقعد هنا على الكرسي زين يقعد على الكرسي. ليش؟ لان examination مالت الثايرويد هو من عنده راح يصير على الشير. adequately expose the patient اشوف ايش قد يسوي exposure للنك. الexposure expose to the neck of the neck patient neck and upper sternum الحد الأبر sternum زين ليش to not to miss any low down cervical thyroid incision. مرات color incision of the thyroid يكون very low down بحيث ينزل لجوه فأنت don't miss a thyroid incision because if you miss it you wouldn't pass that exam. قلت لكم أنه يعني missing of an incision it means missing a big and important issue in the history. After that you should ask the patient whether he have any tenderness any pain in that area before clinical examination. هذه اشياء يجب ان تعتادون عليها وهي دائما. Clinically بالنسبه للثايرويد احنا نجي نسوي فد general inspection. انت general inspection اول ما تباوع اكو اشياء زين مجرد انت ممكن تقول للاستاذ بالامتحان تقول له I would like to do a general inspection يقول لك شو تريد تشوف؟ تقول له اسبكت يعني الويت احتاج زين اشوفه ممكن اشوف البيهيفير مالته انكزايتي يعني هايبر اكتيفيتي لو مود. هذا طبعا كلها الانكزايتي تعني انه ثايروتوكسيكوسيس اللو مود تعني شنو سلو موشن تعني هايبوثايرويدزم. الكلوثينج تشوفه مثلا هو بعز الصيف وطاق له قبوط او طاق له ستره زين يعني هذا معناها عنده هيت انتولرنس cold intolerance إذا باللابس فتشي حاف يعني حار بالصيف أو هو مثلا بعز الشتاء وتشوفه لابس قميص نصردن معناه هي عنده heat intolerance. دائما المرضى يقول لك دكتور أنا ما أتحمل أطلع رجلي من الفراشة وما أضغط بعز الشتاء. hoarseness من يحكي السلم يقول السلام عليكم وسلم عليه تسمع عنده hoarseness هذا معناها عنده أكو مشكلة بالvocal cords مو أكو compression من الثايرويد على التراكية زين. هذني كل الأشياء تراقبهن أنت بالجنرال إنسبكشن. أكو أشياء ممكن تشوفها يم المريض أيضا لازم تخليها في بالك لأن احتمال الممتحن أيضا يسألك عليها يقول لك هذه انتبهت لها أو لا زين. شنو هي مثلا
تشوف المريض عنده موبيليتي ايدز، مو مثلا الـ يعني ما يقدر يتحرك، مو بكرسي، هذا وين دول؟ اذا كان عنده ثايرويد هو بروبلم، وعنده تشير معناها اكو عنده بروكسيمال مايوباثي. هاي هسه ان شاء الله نجيب الاكزامينيشن. تشوف اذا يمه الادويه مالته، مثلا تشوف عنده صفه اندرال، تشوف صفه ليفوثايروكسين، تشوف يمه نيوماركيزول، ذني التابلتس الموجوده تباع اللي عليهم للحبوب مالته. زين، مرات انت تلقف من الحبوب انه هذا هايبرثايرويدزم لو هايبوثايرويدزم. اذا شفت حط ليفوثايروكسين هذا معناه عنده هايبوثايرويدزم، او مثلا هو مسوي له توتال ثايرويدكتوم وهذا بده يعوضونه. اذا شفت يمه مثلا نيوماركيزول ابو الخمسه هذا اللي يسموه القبرص احيانا، مو او بعلبه معناها عنده ثايروتوكسيكوسيس. اني هاو هذا تخليها في بالك، تكون يعني نبه تنتبه الى الحالات اللي موجوده. الثايرويد ستيتس هي ليست اكزامينيشن اوف ذا ثايرويد فقط، من اقول لك ثايرويد ستيتس عندك اشياء لازم تفحصها يعني outside or extra site of the thyroid، اللي هي عندك الهاند، عندك الفيت، عندك الفيس، زين، أو عندك اللور لم. هسه نجي عليها واحدة واحدة. بالنسبة للهاند نجي نشوف بالهاند ما يسمى بالثايرويد أكروباتشي. ثايرويد أكروباتشي، من يقدر يقول لي شنو ثايرويد أكروباتشي؟ ثايرويد أكروباتشي شنو؟ إذا واحد شوية صاحي ومركز يفتح المايك ويحكي لنا شنو ثايرويد أكروباتشي؟ دكتور، نيو بورن فورميشن أراوند ذا فالانكس. أوكي، جود. بعد دكتور، وي هاد كلوبينج وسوفت تيشو سوالينج. Very good. Okay. منو هاي جاوب؟ دكتور حسن عجل. عفية حسن، ممتاز. الثايرويد أكروباتشي هو شنو يصير عندك؟ يصير عندك soft tissue swelling. Soft tissue swelling of the hand, especially on the يعني بالfingers. ويصير clubbing بالnails. ومن تاخذ اكس راي يصير عندك بريوستيال هايبر اكتيفيتي، تشوف اوفر جروث اوف ذا بون، فالفالنجز تصير عندك واسعه، فتباوع على المريض من هنا تشوف الفالنجز مالته سبيشالي ذا لاست فالنجز تكون بها اوفر جروث وكلوبينج اوف ذا فينجرز والسوفت تشو هنا صاير بيسولد. هذا يسموه ثايرويد اكروباتشي. هذا يوجوالي ات از انديكيت يعني indication of أو sign of Graves disease thyrotoxicosis. okay، هذه أول نقطة acropathy. okay، this is another picture showing you the thyroid acropathy اللي يصير بها قلنا هذا finger clapping and soft tissue. أكو كيس يسموها onycholysis. onycholysis اللي هو شنو؟ easily detached nail. الفينجرز مالته زين، النيل مالتها بسهوله يعني تتقشر وتنزال، هذه onycholysis. onycholysis ممكن البالم ايضا تباوع عليها بالهاند. هسه صار عندنا ثلاث اشياء بالهاند تباوع عليها. ممكن تشوف بالمر ريزيما، بالمر ريزيما تباوع عليها، بتقلب يقلب ايده تباوع عليها، تشوف ايده حمراء من الداخل، هاي ايديه تصير حمراء. او مرات طبعا الحمار هذا البالمر ديما هو ساين اوف هايبر ثايرويدزم. ممكن تشوف لا دراي سكن، الدراي سكن هو ساين اوف هايبوثايرويدزم. اذا صار عندك بالهاند ثلاث اشياء، ثايرويد اكروباتشي، اونيكولايسيس، والريديما اند دراي سكن. الريديما اند دراي سكن ذني الاشياء تباوع عليهم بالهاند. زين، تصعد شويه من الهاند تجي لمن تفحص، تفحص البلس، مو فحصت الهاند، شفت الاصابع وشفت البالم، تصعد شويه تفحص البلس. البلس طبعا تعرفوا هذه اذا كان واحد تاكي كارديا، زين، ف يعني معناها it goes with thyrotoxicosis. اذا كان بريدي كارديا معناها it شنو it goes with hypothyroidism. hypothyroidism بعد بالهاند. شو نشوف بالهاند قبل لا نعوف الهاند؟ بها اهم شغله ثانيه، الهاند نشوف الترمر مالته. فلذلك قلنا من البدايه نحتاج a piece of paper
نخلي البيس اوف بيبر اون دي اون دي دورسوم بيهاند ولا مد دي ان اتك مد دي ان اتك ونخلي ورقه عليهم زين. هسه اذا ما كانت عندك ورقه تباوع على الادينات مالته، واذا كانت عندك ورقه اطلب الورقه دائما الممتحن يعطيك الورقه مالته بها الدرجات زين، بس لا تباوع من عند درجات زين، اقلبها وتشوف الحركه للترمر. فاين ترمر يو ويل هاف ا فيري فاين ترمر مي بي مور نوتيسبل وين يو بوت ذا بيس اوف بيبر اون ذا هاند. اوكي اذا صار عندك هسه الان بالهاند ندور الثلاث اشياء اللي قلنا الاكروباتشي اونيكولايسيس البالمر ريديم اند دراي سكين تريمر اند ذا بالس ريت تريمر اند ذا بالس ريت. اوكي فاذا البالس ريت نشوفه هايبرثايرويدزم قلنا او هايبوثايرويدزم يعني تاكيكارديا او براديكارديا. خلصنا الهاند هاي كل احنا خارج الثايرويد مو وياي قاعدين لو نايمين قاعدين لو نايمين صاحين وياي. هسه خلصنا احنا خلصنا الفيس مو خلصنا الفيس مو تمام وياك دكتور يا وياك ما خلصنا الفيس خلصنا الهاند. اوكي خلصنا الهاند اوكي خلصنا الهاند هسه نجي الى الفيس. الفيس نسوي اول شيء على الفيس نباوع على وجه المريض جنرال انسبكشن نشوف دراي سكن ايضا نباوع عليه زين هايبوثايرويدزم اكسسيف سويتنج عرقان هوايه زين هذا هايبوثايرويدزم. الايبرو مالت المريض الايبرو هذا الاوتر ثيرد اوف ذا ايبرو مرات يصير لوست هنا الشعر يصير لوست فلوست اوف ذا اوتر ثيرد اوف ذا ايبرو هذا كله ساين اوف هايبوثايرويدزم. بينما تشوف هذا المريض عرقان وانكزايتي زين سويتنج هذا هايبوثايرويدزم. فاذا بالفيس تباوع على هاي الشغلات الثلاثة إذا الدراي سكن loss of outer third أو sweating الأيز شو يريد نباوع بالأيز نباوع أكو lid retraction أكو lid retraction. شنو lid retraction؟ أنت عادة ناس إذا تباوع على الإنسان الطبيعي تشوف ال upper third أو ال upper fifth of the cornea is covered by the sclera مو covered by the lid يعني ال السكليرا والكورنيا covered ال upper part مالتها بواسطة شنو الايلد بواسطة الايلد ال upper lid هذا الشيء طبيعي مو بس أبو الهايبرثايرويدزم شو يصير عنده السكليرا is visible above what above the cornea هنا باوع هسه هذا ذات باوع لهنا السكليرا ما طالعة مغطاية بمن بالليد بينما هنا تشوف عندك شنو الأبر ليد بينه وبين الكورنيا أكو فراغ فطالع السكليرا هذا يسمونه ليد ريتراكشن. هذا بدون ما تسوي شيء أنت بس تباوع على الفيس تشوف عنده ليد ريتراكشن. هاي أول نقطة نشوفها وين بالآيز. هسه إحنا بعدنا بالفيس مو بس انتقلنا علما للآي تيجي تباوع للآي أيضا من الأنتيريور زين ومن اللاترال تباوع له عنده اكزوفثالمس أو لا. الاكزوفثالمس هو الآي تبرز وطبعا من يصير عندك اكزوفثالمس 100% يصير عندك ليد ريتراكشن. شوف الطريقة مال فحص مال تل الاكزوفثالمس أنت من تيجي تباوع بالأنتيريور مرات ما تقدر تركز أنه فعلا أكو العين طالعة إلى الأمام زين يعني عينه بارزة أو لا. من تجي من اللاترال هاي يسموها نافسكار ميثود أوف إكزامينيشن من البوستيريور زين وتوقف فوق المريض بهالطريقة زين والمريض sitting in a chair زين راح تقدر تقول المريض عنده إكزوفثالمس أو لا. إذا ندور على lid retraction and exophthalmos lid retraction and exophthalmos هذا هو exophthalmos and lid retraction exophthalmos and lid retraction. بعدنا بالآي شو ندور بعد زين ندور الحركة مالت العين نشوف عنده العضلات طبيعية لو لا فندور على نسميها ophthalmoplegia يعني خلل بحركة العضلات يعني ضعف بعضلات العين. So observe
for the restriction of eye movement. العضلات مالت العين متحددة حركتها لو لا. زين؟ فنحرك الأصبع مالتنا أمام المريض إلى اليمين وإلى اليسار إلى الفوق وإلى التحت, يعني بإن اتش شيء نسميها, ونشوف الحركة مالت المصلز. زين, وانتم تتذكرون طبعا اكيد كلكم ما ناسين المصل of the eye supplied by, اكو معادلة كنا نقول عليها LR6SO4 الكل by 3, يعني بين قوسين شنو LR6, يعني lateral rectus by the 6 abducens, SO4 superior oblique by 4 بواسطة التروكليار, and all by 3 يعني كل العضلات الأخرى by the oculomotor. اوكي, فنشيك الحركة مالت الاي to exclude any ophthalmoplegia. lidlag, هواي طلاب يغلطون بين lidlag وبين lid retraction. lid retraction ابني ما تسوي له شيء بس تباوع عليه. lid retraction, retraction يعني هو راجع لي ورا, هو من اصله راجع لي ورا, راجع لي ورا الليد فباقي بمكانه, فما راح تجي انت تسوي حركه وكذا. دائما بالاوسكا قال له سوي شوفني شلون اللي عند المريض ليد لاج, زين يجي باوع عليه مو, او اقول له شوفني ليد ريتراكشن يجي يحرك ايش اسمه يسوي اكزامينيشن للمريض ويحرك اصابعه. لا, الليد ريتراكشن اول واحد, الليد ريتراكشن بس تباوع على المريض. شوف المريض عنده ليد ريتراكشن طالع السكلير فوق ال شو اسمه الكورنيه واضحه بين الابر ايليد وبين الكورنيه, اذا واضحه هذا عنده ليد ريتراكشن راسا نقول لي ليد ريتراكشن. الليد لاج, لاج لاج يعني يتاخر فعل, مو ريتراكشن اسم ما تسوي له شيء, بس اللاج فعل. الفعل ايش يحتاج عمل, خليها في بالك. لاج يتاخر, مو فاللاج يتاخر يحتاج لفعل, الفعل يحتاج لعمل, عمل انت تسوي. ايش راح تسوي باللدلاك؟ باللدلاك اللدلاك طبعا هو ساين, هو والليد ريتراكشن ساين اوف جريفز ديزيز, وطبعا هن ساين اوف ثايروتوكسيكوسيس, وعاده هن يصير بسبب يعني يصير عندك شنو انتي بودي هنا بالاريا, ويصير عندك سمباثيتك اوفر ستيميليشن, ويصير عندك السوفت تيشو سوالينج. ف يصير الليدلاك, شنو الليدلاك؟ من تجي انت تفحص المريض تصعد اصبعك لي فوق مو, وتقول له اتبع اصبعي بالنظر الى الاسفل, ابا اصفن وياي هسه وياي هذا المريض اللي عندك قدامك قاعد. زين, شو اسوي؟ راسا اخلي اصبعي لي فوق, يعني اول ما ابدي من اصبعي لي فوق, مو اسوي اتش شيب. مرات اقول له سوي لي ليدلاك يسوي لي اتش شيب. الاتش شيب حركة صبعك, تحرك صبعك بإتش شيب, هاي ليل أوفثالموبليجيا باو علي. أوفثالموبليجيا أردف حصل أعصاب ذني اللي حكيناها SO4 LR6 SO4 by 3 أردف حصل ذني. زين, هاي بالإتش شيب موفمنت. الليدلاك حركة وحدة باو علي, حركة وحدة فقط من فوق لي جوة, تحط صبعك من فوق وتنزل لي جوة وتقول له الحق صبعي. راح تباوع, راح تشوف عينه تنزل. زين, والجفن باقي لي فوق معلق, راح شو يصير عندك؟ تطلع قدامك ايضا السكليره تسبق حركه اللاج, العفو حركه الليد. زين, فيسموها ليد لاج, يعني شنو؟ الجفن يتاخر بعده منو؟ الحركه مالت الاي بول. واضح؟ فاذا هذا لاج معناها شنو؟ فعل, انت راح تسوي فعل. فحتى لا تخربط بيها, من اقول لك ليد ريتراكشن بس تباوع عليه عنده لو ما عنده, من اقول لك ليد لاج هو فعل, يعني يتاخر. اللي يتاخر ايش يحتاج شغل, يحتاج انت تسوي له اكزامينيشن, فتخلي فوق لجوا. واضحه؟ كم واحد يقول واضحه؟ واضح لو ما واضح؟ يا الله, واضح, الحمد لله واضحة, خير وبركة, يا الله. زين, هسه عرفنا الليدلاج أول شيء, الليد ريتراكشن والأوفثالموبليجيا والليدلاج, ذني كلهن عرفناهن بالآي. زين, هسه طبعا إيش عندنا بعد؟ أكو عندنا شيء غير الثايرويد,
قبل الثايرويد اكو عندنا باللور ليب، بس خلي ننزل ما طول وصلنا للفيس مو ننزل للثايرويد. هسه للثايرويد بالنك شن باوع بال هسه احنا ايش اخذنا؟ اخذنا الهاند مو واخذنا البلس ريت وبعد اخذنا الفيس وبعدناها اخذنا الاي. نزلنا هسه وين؟ للنك. للنك نسوي جنرال انسبكشن نباوع الميد لاين اكو ماس اكو سكار زين. وقلنا السكار دير بالك السكار مرات يعني مريض لابس له قميص ابو الياخه تفتح القميص بنيه مثلا الحجاب مالتها قلت لها افتح الحجاب طلعي الركبه اخليها اشوفها وهي نزلت الحجاب طبعا اعتيادي هذا بعض الاحراجات نزلتها بحيث ضمت يعني بالربطة مالتها ما نزلتها ضمت السوبراستيرنال نوتش مو انت على الاقل شويه نزلها عن المانيوبرنم ستيرناي شوفها شوفها اذا اكو انسجن زين شويه وممكن ترجعها بس المهم تتاكد انه انه ماكو انسجن هنا أنا. فاذا اكو سكين تشينجز اكو سكار اكو مازن الاشياء كلها تباوع عليها بالنيك. سو اني اريديما اني سكار اوف ثايرويدكتومي اني ماس اور اني جويتر او ليمف نود. كلمه جويتر تعني شنو؟ ثايرويد. جويتر تعني ثايرويد انلارجمنت. نورمالي نورمال نيك ماكو ثايرويد يعني نورمال ثايرويد يو شود نوت سي اني جويتر. يعني من عندك نورمال ثايرويد يو ودنت هاف thyroid enlargement. فأنت تشوف any things تجي بعدين إلى هذه الخطوة الأخرى اللي هي ask the patient to drink a sip of water. تقول له يعني يمك فد بطل مي أو glass مي وتقول له اشرب. طبعا إذا ماكو ممكن تقول له الملف فقط swallow. ممكن تقول له ابلع ريقك ابلع ريقك بس هو حتى يسهلون بلعة الريق ينطونه شنو glass مع المي. هو مرضى ما يعرف يبلع عليه قد يقول له بلا ما يعرف يطلو غلاس ماي ويبعون عليه زين. وشو يشوفون؟ يشوفون حركة الماس. إذا شفت هذه ماس هنا راح تشوف حركتها with the swallowing with the swallowing زين. نشوف الماس تتحرك with the swallowing أو ما تتحرك with the swallowing زين. إذا تحركت with the swallowing فهالماس هذه يا أما thyroid يا أما thyroglossal cyst يا أما thyroid يا أما thyroglossal cyst. شون نميزها؟ شون نميزها؟ شلون نميز انه هاي ثايرويد او ثايروغلوسال سيست؟ ثايروغلوسال سيست يفرق شو يفرق ثايروغلوسال سيست؟ اكتبوا لي والله بالشات ثايروغلوسال ايش راح يصير فيه؟ ثايروغلوسال قل له طلع لسانك ثايروغلوسال ايش راح شو يصير فيه؟ قل له طلع لسانك السيست راح يتحرك. اوكي فيري جود تصعد لي فوق. اوكي ايفون زين ايفون زين اكتب اسمك يا ايفون زين منو انت ايفون زين تصعد لي فوق زين. فاذا الماس if it move up it is either thyroid or thyroglossal cyst. نقول له طلع لسانك اذا تحركت الماس ويا طلعت اللسان so it is thyroglossal. thyroglossal مربوطه من اسمها thyro glossal glossal مربوطه باللسان فتتحرك. الثايرويد لا ما تتحرك ما تتحرك الثايرويد. اوكي الثايرويد ما تتحرك. هذه هي هنا نقول له ask the patient بعدها to protrude his tongue and assess whether this is a thyroid or thyroglossal cyst. inspection of the neck تباوع عليها. هذه هي الماس. اذا اكو ماس راح نوصف الماس نوصفها بجويتر. شو نقول مثلا diffuse enlargement or نقول localized enlargement. مثلا نشوف شكلها multi cystic زين. نشوف يعني الديسكريبشن مالت السايد سنترال سمول ايش قد تنطيها انت بالديسكريبشن يعني 2 by 3 زين or huge. هاي تقدر by inspection فقط. بعدين تجي by palpation. by palpation تسويها. هذا طبعا هذا فرق يعني الصوره تعطيك هاي الثايرويد وهذه هي الثايروغلوسال. عاده الثايروغلوسال سيست هو يوجوالي ات ذا ليفل اوف ذا هايويد اور ابوف. يوجوالي ات ذا ليفل اوف ثايرويد هايويد اور ابوف. حكينا هذه. نجي الى الثايرويد بالبيشن.
طبعا بالاكزامينيشن اوف ذا ثايرويد قلنا احنا نسوي لها انسبكشن فروم فرونت وبعدها نجي نسوي لها بالبيشن. من تسوي بالبيشن اوتوماتيكلي انت لازم تستدير خلف البيشنت, ستاند بيهايند ذا بيشنت اند اسك ذيم تو تيلت ذير تشين سلايتلي. ليش نزل يعني شويه نزل راسك؟ ليش؟ حتى نسوي ريلاكسيشن للسيرموكليدوماستويد. مو سوي ريلاكسيشن للسيرموكليدوماستويد يا شباب. هاي التكست اللي كاتب لكم اياه رجاء اقروه, انا امر عليه سريعا بس انتم اقروا. اكو بيه فد تريكس مرات الاستاذ يسالك بيها بالامتحان, يعني واحده من هاي الاشياء. مو طالب مره قلنا له اكزامن اجى من الخلف صحيح, اجى وقال للمريض نزل رقبتك. مو ليش نزل رقبتك؟ قلنا ليش نزل رقبتك؟ ما يدري ليش نزل رقبتك. مو اها سمبلي مو to let the sternocleidomastoid muscle to be relaxed. مو حتى شي يصير البالبيشن ايزيلي ابالبيت بالثايرويد جلاند. زين بعدها انت تخلي يعني الثري فينجرز مالتك على الميدلاين, مو وتبدي اكزامينيشن along the midline of the neck below to the chin, تصعد بها لفوق تسوي اكزامينيشن للثايرويد ثايرويد جلاند, بعدين الثايرويد الابل ادمز ابل تحس بالفينجرز مالتك. زين موف يور فينجر انفيريرلي انتل تو ريتش ذا كرايكويد كارتليج, تفحص هاي المنطقه كلها تصعد وتنزل الى ان تفحص الثايرويد كارتليج الكرايكويد كارتليج, ايضا تفحص تحاول تفحص التراكيال رينج. مو تحاول تفحص التراكيال رينج اللي هي مكان الاسمص. زين اللي هي السكند والثيرد, لانه مرات يكون عندك فد سمول ماس بالثايرويد اسمص. مو تخلي صابعك على الاسمص واثناء ما جاي تفحص, مو سأن المريض انه يبلع ريقه او يشرب مي, ايضا ask the patient to swallow some sips of water or ask him to swallow his, يعني تقول له ابلع من جديد. زين حتى شنو بهالحاله مو بس تشوف الماس وهي جاي تتحرك, وانما تحس الماس جوا اصابعك وهي تتحرك. وايضا اسال المريض وانت قاعد تفحص هاي الماس, اسال المريض ان يطلع السالب. اذا بالثايرويد اكزامينيشن نقول للمريض مرتين طلع لسانك ابلع عليك او شيء, ومرتين طلع لسانك, مره واحنا نباوع له يعني بالانسبكشن, ومره واحنا قاعد نفحص النك باي بالبيشن. واضح؟ اذا ايش كم مره نقول له يبلع عليك؟ مرتين. كم مره نقول له يطلع لسانه؟ مرتين. شنو هاللغوه هاي؟ زين مرتين نقول له. ماشي زين. طبعا انت الماس اعتيادي, هاي جنرال برنسبل كلكم تعرفوها. من تفحص الماس تضبط السايز السايد سيمتري كونسيستنسي مالتها. زين الماس وذر ات سوليتري مالتيبل فيرم هارد. زين وطبعا تحس انت بالماس ايضا اكو ثريل جوا ايدك بها بالببل ثريل, لان البالببل ثريل يعني اللي هو يعني بعدين راح ترجع تفحصها بطريقه اخرى, يعني هو ممكن يكون هذا ساين اوف بروي اللي هي يصير بالساين اوف ثايروتوكسيكوسيس, اللي تحس يعني بالببل ثريل كانما دقات القلب تكون تحت اصابعك بالماس. اذا هذه هي الصور للاكزامينيشن بالبالبيشن. شوف بالفينجرز مالتك البدلز مال فينجر تخليها على الميد لاين وانت ستاند بيهايند ذا بيشنت خلف المريض, تجي تفحص الثايرويد من الخلف, تخلي اصابعك على الميد لاين وتصعد من الكرايكويد كارتليج, وايضا تفحص التو اند ثيرد تراكيال رينجز حتى تفحص الاسمس, تصعد الى ادمز ابل وتصعد الى التشن. الكارستر هاي حكيناها احنا طبعا, السايت سايز موبيليتي. الليف نود ايضا تجي تفحص الليف نود, والليف نود طبعا هواي لها طرق لفحص الليف نود, بس عاده احنا انا قلت لكم بالسيشن السابق نريد نفحص الليف نود, نفحص نبدي من السبمنتال هنا سبمانديبلر, نصعد بري اوريكولر قبل الاذن, بوست اوريكولر, اوكسيبيتال, ننزل الى البوستيرير تراينجل, وبعدها نصعد الى الثايرويد العفو الجوجلر اللي هن لور ميدل اند ابر.
ذني هاي طريقة ما تنسيك ما تنسيك الليمفود جروبات submental, submandibular, preauricular, postauricular, occipital, posterior triangle, supraclavicular, العفو هنا نسينا supraclavicular, وتصعد على الجيجولر. الجيجولر اللي هي lower, middle and upper. زين هذه كلها انت فحصت هنا الليمف نود المهمة كجروبس. هذه ايضا قلنا during the examination of the thyroid تفحص الكرايكويد كارتليج, تفحص اول مره الثايرويد تنزل الكرايكويد كارتليج تنزل التراكيال رينج. زين هذه هنا وتفحص الاسمس هاي الطريقه اللي قلناها, وتفحص طبعا each thyroid lobe on each side بحيث انه تدفع ايدك هسه على جهه وتفحص الثايرويد لوب الايمن وتبدل هذه الجهة الثانية وتفحص الثايرويد لوب على الجهة الثانية. رجاء هذه الصورة تمعن بها وخليها في بالك هي والخطوات, لأنه بالتكنيك مرات يريد منك يعني تكنيك كامل وصحيح للثايرويد ستيتس اكزامينيشن. هذه هي طريقة الفحص أول ما تبدي للثايرويد, وقلنا أيضا نسأل للمريض انه من جديد احنا بدنا نسوي له بالبيشن, نسال المريض ان يسوي ايش يسوي سوالينج اوف اسيب اوف ووترز مون يشوف اذا المي وايضا يطلع لسانه, فنسال مرتين مره بالانسبكشن ومره بالبالبيشن. التراكيا طبعا احنا فحصنا السكند والثيرد رينج زين اللي هي مكان الاسمص تحت الكرايكود كارتج من فحصنا اثناء ما فحصنا الثايرويد, بس نريد نفحص التراكيا هل اكو تراكيال ديفيشن اور نوت. واحنا ايضا واقفين من الخلف نخلي الفينجر والاندكس بهالطريقه نحصر التراكيا زين, ونحرك الميدل فينجر على التراكيا ويسند الاندكس فينجر ونشوف ازت سنترال اور نوت, ازت سنترال اور نوت. ليش؟ لانه مرات لارج جويتر ممكن على صفحة واحدة يسوي pushing للتراكية أو compression للتراكية, فyou should assess for tracheal deviation. تسوي هاي الطريقة أنت تقول للأستاذ إنه أنا I want to assess the tracheal deviation, يعرف حتى أنت قاعد تعرف إيش جاي تسوي. percussion على السترم هسه واحد يقول شنو تسوي الفائدة percussion؟ لا طبعا كلش مهم تسوي percussion على مانيوبريم ستيرناي وانت من الخلف, شوف الطريقه شلون اسويها. هذه ليش؟ لان اكو مرات كيس يسميها ريتروسترنال اكستنشن او ريتروسترنال جويتر. اكو مرات كيسات تجيك يقول لك دكتور انا كان عندي فد ورمه برقبتي واختفت هاي المروه وهسه انا مختنق, يعني ايش صار بي؟ صار عندك الثايرويد, الثايرويد جلاند كلها نزلت, نزلت صارت يعني جويتر نزل كله صار صار ريتروسترنال, صار ريتروسترنال مو. ف لذلك انت ايش تحتاج؟ تحتاج انه تشيك, تشيك باي بيركشن تسوي له ريترو, تسوي بيركشن على الستيرنم تو اكسكلود ا لارج جويتر ذات اكستند انفيريرلي وات وي كول ات ريترو ستيرنال اكستنشن او نسميها ريترو ستيرنال دلنس باي بيركشن. اوكي فاذا هذه الطريقه تسويها, واذا وانت واقف خلف المريض راح تفحص الثايرويد باي بالبيشن كل هالسوي, وتفحص الليمف نود وتفحص التراكية وتسوي بيركشن. اوكي هاي كلها وانت واقف من خلف المريض. بعد شو تسوي وانت واقف من خلف المريض؟ تسوي اسكولتيشن. مو قلنا بالاكزامينيشن نحس is there any palpable thrill or not. الثريل هذا الثريل شنو؟ زين هو مثل مرمر, مرمر مو مرمر, فراح نسمع if there is any palpable thrill you should confirm it by auscultation so you can hear a palpable thrill. تسمعه اللي هو نسميه, thyroid brewy, thyroid brewy اللي هو hypervascularity and usually it is a sign of thyrotoxicosis, sign of thyrotoxicosis. Further text اللي ممكن تسويها انت زين هسه شنو؟ خلصنا من الثايرويد, خلصنا من الثايرويد قلنا اول مره شوف حصنا فحصنا ال الهاند
مو وشفنا بها ثلاث اشياء، صعدنا للبلس وبعدين صعدنا للفيس، شفنا للفيس شنو اللي بيه، وش بعدين صرحنا للاي، وبعدين نزلنا على الثايرويد. هسه نجي الى الابر ليم واللور ليم. بالابر ليم تفحص شنو الريفلكسز، تشوف هايبو ريفلكسيه ات جوز وذ هايبو ثايرويدزم، هايبر ريفلكسيه ات جوز وذ هايبر ثايرويدزم. طبعا الريفلكس تسوي بالابر ليم واللور ليم. من ننزل لللور ليم بندور على شنو، ندور على شغلتين، الباريتيبيال ميكزيديما اللي هي واكس ديسكالريشن او ديسكالر انديوريشن اوف ذا سكن. تشوف الرجلين مالته زين، هذا المريض طاو عليها واكسي ديسكالر ديسكالريشن اوف ذا لور ليم. هذه هي شنو باريتيبيال ميكزيديما، هاي الاريا هنا ساين. طبعا also it is a sign of Graves disease. معظم الساين هي مال Graves disease. also the sign هاي peritibial مكسدينة، تشوفها هنا مورمة وصايرة بالضبط يعني دهنية شمعية، يسموها peritibial مكسدينة. اكو شيء لاخ بعد تدور عليه زين، يسموه proximal myopathy. شنو proximal myopathy؟ شلون ندوره؟ نقول للمريض هو قاعد زين يعني إلزم اجتافك بدياناتك بهالطريقة، هاي بطريقة معكوسة عاقب بدياناتك على كتافك وانهض بدون ما تستخدم بدياناتك، انهض. طبعا واحد من يقوم بهالشكل عادة انت شايف خاصة الكبار من يريد يقوم او حتى الشباب ما شاء الله هسه زين، حتى من يريد يقوم يستند بدياناته على القاع او على الكرسي ويقوم. مو المفروض انه انت اذا واحد رجلينا زينة وعضلات طبيعية ما رجلينا بدون ما يحتاج الإيدين يقوم. فإذا لا عنده مشكلة بالمسلز مال كل الليج راح يصير نسميه proximal myopathy. راح تشوفه من تقول له ask the patient to stand up he wouldn't able to stand up، راح نسميه proximal myopathy. فإذا من ننزل لللور لم نسوي ثلاث شغلات، نسوي الريفلكسز النفس سويناها بالأبر لم، نسوي الريفلكسز على الني ريفلكس، وندور على الباريتيبيال ميكسيديما، وندور على البروكسيمال مايوباثي اللي هو ايضا ساين اوف هايبرثايرويدزم. دير بالك البروكسيمال مايوباثي هو it is not a sign of hypo, it is a sign of hyperthyroidism. زين to complete the examination هسه خلصنا الثايرويد ستيتس، كملت لازم تقول للمريض شكرا، تشكر المريض، بعدين تغسل ادياناتك وتسوي سمري للاستاذ مالتك، تسوي سمري للاستاذ مالتك. ممكن الاستاذ يقول لك do you like to send your patient for some investigation؟ تقول له yes. يقول لك what's the most important investigation؟ عادة شنو الانفستيجيشن المهمة بالثايرويد ستيتس؟ ثايرويد تيست اللي هي T3 T4 TSH ECG زين، حتى تشوف البلس ريت وما متعلق به، وممكن فيردر ايمج اللي هي الالترا ساوند تو اسس ذا ثايرويد ماس. هاي الاشياء خليها ببالك، فيري سمبل نون انفيزيف كويك اسسمنت ممكن تحتاجها زين بصفك. ممكن الاستاذ زين اذا كانت هي لون كيس، ممكن مثلا ممكن الاستاذ يشوفك بعض التحاليل مالت المريض ويقول لك هاي اللي سويناه احنا تي تي وتي 4 واي سي جي والالترا ساوند مالته، would you like to comment، تريد تحب تعلق عليه هذه، شو تريد تقول، do you want to confirm your diagnosis، ممكن ينطيك هذه ويقول لك شوف شو تريد تقول ويا الفايندينج اللي عندك. طبعا ورا ماها انت تكمل الاسسمنت ممكن يسالك يقول لك what is your finding، فانت طبعا راح تجي انت شنو اللي فحصته بالمريض، راح تجي تسوي سمرايزيشن. والسمري انا خليتكم في النموذج، ممكن يكون السمري بهالشكل هذا. فاينلي هسه احنا نقدر نقول ورا ما فحصنا المريض بالنسبه للثايرويد ستيتس، فحصنا قلنا اول شيء الهاند زين، وبعدها وياها البلس، بعدها الفيس والايز، بعدها فحصنا الثايرويد الليمف نود نيك، وفحصنا بعدين الريفلكسز بالأبر واللور، وفحصنا اللور لمب فور ميكسيديما اند بروكسيمال مايوباثي. فشو نقول؟ نقول مثلا 23 years old man on a general inspection the patient appeared hyperactive more general inspection at rest
with peripheral tremor موشف بالإيديانات مالته. There were no object or medical equipment around the bed of the relevance. هاي طبعا العبارة ممكن أنت تذكرها وممكن ما تذكرها. يعني هي غاية إحنا دائما نقول اذكرنا significant negative. أكو أشياء significant negative. يعني مثلا أنت جاي تفحص ثايرويد وفحصت الإيد. It is يعني fine or good to say there is no fine tremor. مو هالشيء مهم إن تقوله. بس مثلا أنه أنت تقول لي ما لقيت حبوب بجانب المريض أو ما لقيت شير بصف المريض. زين هاي ما كلش هواي مهمه. بعض الاساتذه ما يريدها من عندك وبعضها يقول لك مثلا انت هم لقيت فتشي يمه تقول له انت تجاوبه يقول له there is no chair and there is no prescription drugs مثلا. هاي الفكره. بعدها تقول انه البيشنت كان تكتارديا مثلا من فحصت البالس ريت ريجولر. زين لانه اذا كان المريض ريجولر معناه هذا تكتارديا, مو اذا إذا كان الرجولار معناه الرجولار ارتفاع هذا ممكن AF ما له علاقة بال الثايرويتوكسيكوسيس. رجاء أغلق المايكات بلا سحب عليكم. بعد تقول the mass move upward on swallowing but was stationary during tongue protrusion. هنا نجد نأكد أنه الماس it is a goiter. الماس is a goiter. The mass moved upward but it is stationary during tongue protrusion. There was no palpable lymphadenopathy or non-palpable lymph nodes, but retrosternal dullness was present. I'm showing a percussion to the level of the manubrium sternae. Then, لاحظ. Auscultation of the thyroid gland didn't reveal any bruit. هاي مهم أن تذكرها. إنه أنت سويت اسكولتيشن بس ماكو بروي, يعني ما كان عنده ساين اوف يعني مرمر اوتسايد ذا هارت. البروي هو مرمر اوتسايد ذا هارت. ريفلكسز وير نورمال, يعني معناها انت سويت الريفلكسز اند ذير واز نو ايفيدنس اوف بيريتيبيال ميكزيديما اور مايوباثي. ان سمري ذيس فايندينج ار كونسيستنت وذ ا توكسيك مالتي نوديال جويتر. الماس مثلا انت فحصتها كانت مو ديفيوز سموث وانما كانت ديفيوز بط شنو مالتيبل نودز. فاذا تقول توكسيك مالتي نودولار جويتر. فور ا كومبليتنس اي وود لايك تو بيرفورم ذا فيرذر اسسمنت اند انفستيجيشن. احتاج افحص بعد واسوي انفستيجيشن. ممكن يقول لك شنو انفستيجيشن, يقول لك اي سي جي ثايرويد فانكشن تيست تي 3 تي 4 تي اس اتش اند الترا ساوند. And thank you. Any question? سؤال استفسار نقطة ما واضحة. أي سؤال واضح؟ أعتقد هذا ال PDF كلش مهم لكم وأرجو أن تخلوا عندكم, راح تحتاجونه بالخامس وبالسادس وبكل مكان, وحتى بعدها إن شاء الله من تمتحنون حتى بالبورد اللي يروح من عندكم يمتحن جراحة راح يحتاج الثايرويد. يعني من أنا البعد يمكن 5 سنوات هو يمكن يبقى هذا الشكل. أنا أعتقد هذا PDF اللي تطلقكم إياه أعتقد أكثر شيء مرتب يعني ومختصر ويغطي كل الأشياء.